صباح الخير لكل الاشخاص يلي عم يتابعوا ام تي في لايف لليوم ويلي انضموا لنا هلا بهيدي الحلقه الجديده. بهالايام اللي كثير صعبه يلي عم نمرق فيها بلبنان، بتمنى انه كل شخص يكون عم يقدر يلاقي الامل بكل ظرف هو عم بيعيشه او بكل حاله عم بيعيشها، لانه بلا امل يمكن ما فينا نكفي، ما فينا نكون كمان عم نتخطى هيدي المرحله الصعبه وهالظروف يلي كثير قاسيه عم تمرق علينا كلنا. بي ام تي في لايف نحن بنجرب نضوي على كل المواضيع يلي ممكن تكون عم بتهم المواطن بعيد شوي عن السياسه، كرمال نكون يعني عم نقدر شوي نستمر بهيدي الاوضاع. بفقره نيتشر لليوم رح نحكي عن الحمضيات، هيدا التوبيك او الموضوع يلي كثار منكم سالونا عنه بحلقه الماضيه وعم يوصل كثير اسئله عن الحمضيات عن كيفيه العنايه فيها. من هيك اليوم قرر مارك بيروتي انه يكون عم يضوي على هيدا الموضوع وكمان نكون عم نفصل انواع الحمضيات. صباح الخير مارك. هاي لورا. وقت نقول حمضيات في عنا انواع شاسعه من الحمضيات، انواع كثير كبيره، رح نحكي عنهم اليوم، رح نحكي عن اصلهم. صح. والسؤال البديهي اللي بنساله بالاول، هل الحمضيات هن اصلا بمناطقنا موجودين؟ لانه احنا بنعرف انه يمكن الميديتيراني او البحر الابيض المتوسط شوي مناخه مناسب لهذا النوع من النباتات ومن الاشجار، هل هن اصلا كانوا موجودين عندنا ولا نحن مستوردين من بلاد برا؟ مثل ما كنت عم تقول انه في كثير انواع، هلا انا حاطط صوره بالاول وحده فيها عده انواع من يلي هلا بنعرفهم، بس في كثير اكثر هلا بنشوف الصوره. الحمضيات كلهم يعني بنشوفهم هون على الصوره منهم، ما في شيء ولا وحده منهم هن من مناطقنا. اغلبيتهم جايين من الصين، من الهند، في منهم جاي من الفلبين، من اندونيسيا، هول مناطق الحمضيات بالعالم. هلا اللي صار هو انه بعدين مع الوقت انتشروا لانه كانوا كثير بوبولر، وفي كثير من ملوك خاصه ملوك فرنسا او هيك قرروا انه يكون بدهم هالحمضيات ببلدانهم وما كانوا يثبتوا بالبلدان، سو طلبوا شغله كثير مهمه كيف بلشوا الخيام البلاستيكيه. اول خيمه بلاستيكيه هلا بتروحي على فرساي، بتروحي على النمسا، بتشوفين وين ما كان، اسمهم اورانجوري، لانه كانوا يعملوا خيام ليخلوا هل الحمضيات كلهم يتاقلموا على مناخ اوروبا. بس للاورانج، لانواع هيك بلشت اسمها اورانجوري، وبعدين صار اسمه نيرسوري. يعني عم نحكي من تقريبا 400 500 سنه بهالفترات وهيك، وما وقفت هون هلا بتشوفي. سو اذا بدك نقول من وين مناطق هن هول، هلا بدي انا اشوف صوره ورا صوره تعرفي كيف صار في تطور وكيف الانسان عمل هذا الشيء. بلش من الاف السنين وبعده بكمل. هلا رح نشوف هلا صوره بتحكي عن الماندرين، تشوف هيدي النبته دائما تنقول حمضيات بيكونوا اذا بدك من جار سيترس، هيدي اسمها الريتيكولاتا اللي هي الماندرين، يلي هي هالشجره يلي في منها بالطبيعه بالصين. هيدي اول شغله. رح اعرفك على شجره ثانيه حامض كمان، بشوف صورة تانية اسمها سيترس ماكسيما اللي نحن بالعربي باللبناني بنسميها البوملة. هو اثنيناتهم موجودين بالطبيعة. شوفي معي هلا ثالث شغلة، ثالث صورة. يعني قصدك وقت تقول موجودين بالطبيعة يعني مش الإنسان هو مقصرهم؟ 100%. هون أول تزاوج صار بين المندرين والبوملة، وصار عندنا الليمونة يلي هي الأورانج يلي هي خلقت بالصين، بس نحن ما عندنا إياها بالطبيعة. يعني الليمونة بحد ذاتها هو إنه نحن كان عندنا، كان إذا بدك المندرين هي جوتوز وفيها كثير بزر، جربوا يزوجوها على اذا بدك الكبير اللي هي بوملة، وخلقوا بعدين الليمونه. هلا تزاوج حجم وسط 100%. بعدين تزاوج بين البوماليه والليمونه عملت الجريب فروت اللي عم نشوفها تحت. وهلا بنتاكد اذا اسمها جريب فروت بعد شوي وهيك. خلينا نشوف صوره من بعدها. فكل مره رح تشوف اكس بين كلمه سيترس واللي حدها معناتها الانسان عملها مش خلقت بالطبيعه، مشان هيك بنحط نحن اكس على هيدا. هلا من بعدها حطيت كمان تابلو زغطور رح نشوفه يلي هو بفرج الفرق بهول الاسامي، لانه حسب انت من وين واي بلد. مثلا بفرنسا اللي على الشمال بنسميها بومبلوموس وعلى اليمين بنسميها بوميلو او بوملي، على عكس اذا بتشوفها مثلا بغير بلدان مثل السويد انجلترا وسويسرا وعرفتي. فكثير هول الاسماء يلي هي اي هي الجريب فروت، اي هي البوملي، اي هي البوميلو، بتفرق من هلا بلد. هلا نحن هون بلبنان متفقين على الاسامي وبنعرفهم من بعضهم، بس اذا رحنا على اوروبا بدنا نعرف يمكن نفسر المضبوط شو قصدي. 100%. خلينا نشوف هلا من بعدها كمان الشغله كثير مهمه يلي كيف خلقت الكليمونتين. هون عندنا مش من كثير زمان بال 1902 بير كليمون يلي هو كان راهب يسوعي اكتشف انه الماندرين اوكي طيبه بس كلها بذر مثل ما كنا عم نحكي، فعمل تطعيم وعمل كثير اشياء لخلقت الكليمونتين يلي هي
باسم بير كليمو يلي هو صار عندك هالموندارينه زيت الحجم بس بلا بزر وجوتوز، سو تكون جوتوز اكثر طعمها مع الليمونات، صار عندك انت كليمونتين هلا الاولاد بحبوه اكثر ما فيها بزر، اجت من بير كليمو هيدي الفكره تبعها. اوكي وحجمها ساعتها صار اصغر من اكبر شوي من هي مثل الموندارين اكبر اوكي بس الفكره انه بطل فيها هالبزر وجوتوز. خلينا نشوف الصوره من بعدها نتعرف عليها لبير كليمو لانه عندنا صورته، كل شيء حكينا قبل عنه ما كنا نعرفهم، هذا هو بير كليمو يلي اذا بدك الاوريجين تبع كلهم. هلا رح نوقف هون بالنسبه لخبرك كيف خلقه، يعني هيدا هيك كان عم نخبر على السريع، مع انه فينا نروح نفرجيك خرايط يعني بركي بحلقه ثانيه لنفرجي تاب السيدرا من وين، مثلا بتعرفي قد ايه هلا عندنا الكومكوات السيترون كافيار كل هالاشياء كمان، الكومكوات يلي هلا رح نفرجي صورتها يابانيه هي من هالمنطقه يعني الصين ويابان هيدا لحد بعدهم يعني لانه اوقات مش من بلد واحد، بس هي كمان بالطبيعه كانت مش انه خلقناها منها، صار هلا في كثير تزاوج مع ليمون مع ماندرين مع هيك، وصار في الفورتونيلا مثلا اللايم كوات كل هالانواع هلا عم نشوفهم كمان. طب هول كلهم ما كانوا اساسا بمناطقنا، كيف قدروا يتاقلموا عنا مع مناخنا ويقدروا هالقد يكونوا يعني يعملوا انتاج؟ صح هلا التاقلم اذا بتشوفي منه توتال، يعني مثلا حتى بلبنان ما بتشوفي تقريبا هالانواع من الحمضيات غير على الساحل، لانه هون المناخ بيشبه هوليك البلدان. هلا باوروبا مثل ما قلت لك ما فيك تشوفيهم برا غير اذا بعدين محميين، يعني شو بيصير حاليا اذا نحن عم يحضرنا حدا من اوروبا وقرر يزرع ليمونه بده اكيد بده يضطر بالشتاء يفوتها، مشان هيك كثير من البلدان كل اذا بتروحي على مناطق اوروبيه كل حدا عنده جنينه بيعملوا مثل جاردان صغير بسموهم يعني ايفرناج تبع الشتاء يلي نفوتهم بالشتاء على تحت هيدي الخيمه لنحميهم. حتى بلبنان يلي عندهم حامض مثلا لنقول اذا هن على 1000 متر اكيد في دائما اكسبشنز، يعني في ناس عندها على 1200 وهيك بس بيحطوا فوق النايلون بيحمون وهيك. هلا خلقت هلا موده الحامض الروسي يلي هو بيقولوا له هيك مش انه هو روسي، فالفكره يلي هو نوع من الحامض يلي بيتاقلم على هول، سو قطعت بعده طرق، قطعت بنلاقي مطارح المناخ مناسب، قطعت لنعمل اورانجري ونحميهم، قطعت مع الوقت طورنا انواع من الحمضيات تقدر تتاقلم على بلدان ثانيه وانتشرت. هلا كيف انتشروا؟ مثلا الفرس لعبوا كثير دور انه ينتشروا من هيدي الميله، بعدين اكيد من خلال لما صار في استراليا كمان اذا بدك راحوا من الهند، يعني الانتشار صار على كل العالم، بس يعني اخذت كثير وقت، اكيد صار في تاقلم وزبطوهم وهيك وغيروهم، بس هيدا الاوريجن تبع كل هالحمضيات هن من هول البلدان. هن مبدئيا فار ايست 100%، الصين، هند، ماليزيا، هول اكثر شيء مطرحهم، بس بعدين بفسر لك اكثر في انواع نحن بننصدم فيهم، يعني الكافيار والسدرا والبودازهاند كيف خلقوا كل هول. طيب وقتها نقول وقتها نحكي عن كل هالاصناف كل هالانواع وقررنا بدنا نزرعهم، انا اذا زبطت عندي الكليماوتين حتما رح يزبط عندي مثلا الجريب فروت بهيدي الاولاد، هن بيزبطوا بالمناخ نفسه كله 100%. هلا هون اذا خلينا نحكي عن لبنان، يعني وين ما بتزبط وحده بيزبطوا البقيه ان جنرال اذا بدك، يعني ومنحبز زراعتهم من الساحل ل 500 متر، بدنا كثير نميز اذا عم نزرعهم بالبو وبديهم يعطوا او عم نزرعهم بالارض، هيدي عاده بحبوا تربه شوي سلايتلي اسيد، يعني هيدي الفكره تبعهم، واللي بقرر يزرعهم ببو بده اكيد ينتبه على اشياء، يعني اذا بدك على السريع تعطيك التبس تبع الحمضيات، اول شغله التبس الغلط، يعني هيدا انه عطشها تتعتب لازم ننسيهم، هو لانه هي مزهره مش مزبوطه، ما تشحل كمان مش مزبوط، الحمضيات بيحملوا على الثلث التحتاني، فدمور نحن بنشحل من فوق تنخفف ورق ويكون عندنا من تحت كلمه احسن، الاساس تبعهم انه هن بحبوا يتغذوا فعندهم نقص الحديد، نقص الحديد بأثر عليهم كثير، التربة سلايتلي أسيدك بحبوها، بحبوا الشمس إذا بدك، إذا بدنا نعيشهم ببو بدنا نعرف إنه بده يكون في فخت كبير، بدنا نحط حجار تحت، نخلي السويل يكون ميكس تبعه كثير منيح ليقدروا يعطوا، أكيد ما بدنا اكسبكتيشن بالبو قد ما رح يكبروا كمان 100%. لا انتبه في عندك هلا بتجيبها بلبنان حمضات عمرهم 30 و40 و50 سنة ببو متر بيحملوا بتنصدمي قد ايه وهن اوريدي كبار، لأنه رب يعني قدروا نقلوا ما بدها كثير مساحه للشلوش خاصة تبعها. اذا بنغذي ورقيا، بس اكيد بالاخر لما نحن بنحطها بالارض دائما اثبت، عدوهم المطلق هو عدم تصريف المي ان كان بالبو ان كان بالارض. اوكي ولكن قلنا بدها حديد وشو بدها كمان من الاساسيات؟ الحديد كثير مهم لهم، بعدين اكيد السماد يكون فيه متكامل مثل نقول، يعني في ازوت وفوسفور وبوتاسيوم كمان بساعدهم كثير، عندهم بعض كثير من الامراض فبدنا نميز، في امراض حشرات،
في امراض فيروسات بكتيريه، في امراض اوقات كمان فطريه، فهول كلهم الحامضة ما اعرف اذا عندنا وقت بس انه بنبقى بنعمل حلقات بنفسر كل امراض الحمضيات، بس هيك حبينا نفرجيهم شويه هيك كيف خلقوا، شو هن اللي عندنا اياهم، شو هن بدهم كثير عنايه يعني لا صعبين؟ لا لا بس ننتبه انه حشرات معينه مثل النمش او المن القطني بيتخبوا ما بنشوفهم، في امراض مزمنه اوقات بننتبه انه ما نخلي المرض يقوى لنبلش نعالج. لا بدنا نفوت بالتفاصيل اكثر ان الله راد بحلقات لاحقه. شكرا كثير لك مارك بيروتي، بون ويك اند. ناخذ بريك ومن بعده بنكون مع فقره ايت سمارت مع ميرفت ابيض، انتروني.